السؤال يقول بأنه معي مبلغ من المال وأنا هل أخرج الزكاة على الربح على الريع ولا على رأس المال؟ لا، الزكاة تخرج على رأس المال وعلى الربح معا. يعني لو حضرتك لك مبلغ من المال في التجارة وليكن مثلا 20,000 ولا 50,000 ولا 100,000، وبتيجي كل سنة بفضل الله عز وجل تجد ان رأس المال اللي هو 100,000 ده بقى 115 بقى 120، يبقى يجب عليك ان تزكي المبلغ كله اللي هو 120,000. رأس المال نوعان، معلش خلي بالك معايا كده، رأس المال نوعان، رأس مال ثابت ورأس مال متغير. رأس المال الثابت اللي هو بيوضع مثلا ارض المصنع والمكن اللي موجود في المصنع، مهما كانت قيمة رأس المال الثابت لا زكاة فيه، مهما كانت قيمة رأس المال الثابت فلا زكاة فيه. يعني شوف عندك أرض المصنع ممكن تكلف مليون، ممكن المصنع نفسه يكلفك كمان مليون، ممكن المكن اللي موجود في المصنع يكلفك كمان مليون، هذا لا زكاة فيه. لكن رأس المال اللي موجود بقى في المصنع اللي هو البضاعة نفسها والسع نفسها اللي انت هتضاعها في المصنع قيمة مليون جنيه، مليون عام ربح 100,000، يبقى يجب أن تزكي المليون مع الربح اللي هو 100,000 عشان أن أبابه واضحا. طيب المبلغ جرى بالتقسيط، الأخ اللي أنا بتاجر معاه بيقول بيحدد لي كل شهر نسبة من الربح، فهل هذه النسبة حلال؟ نعم، هذه النسبة بفضل الله تبارك وتعالى حلال وجائزة بشرط، خلي بالك، وحلال بشرط أن يحدد لك نسبة مثلا من الربح. يعني يقول لك والله أنا أحدد لك مثلا كل شهر نسبة 10% أو 25% أو 20%، بشرط انه ياتي اخر السنه ويعمل جرد سنوي لك هذا المبلغ قابل للزياده وللنقصان، قابل للعجز وللزياده، يقول لك من الربح مثلا قد كده او عليك من الربح قد كده. اذا كان الوضع بهذه الصوره فلا شيء عليك. لو حدد لك نسبه من الربح او حتى مبلغا مقطوع من المال بشرط ان يكون هذا المبلغ قابلا للزياده وللنقصان في اخر السنه فلا شيء عليك. اما يبقى مبلغ مقطوع كل شهر دون النظر على ذلك في آخر العام إلى الجرد السنوي أو الجرد النهائي لك أو عليك، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.